منذ تأسيس دولة الإمارات ساهم إنتاجنا من خام مربان المميز في دفع مسيرة النمو والتطور والتقدم. لقد كانت بدايات مربان متواضعة، فمن حقل نفط واحد طاقته 4000 برميل يوميا في عام 1958، أصبحنا اليوم ننتج مربان من أكثر من 2000 بئر موزعة على 12 حقلا، ليمثل هذا الخام أكثر من نصف إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط. ومن خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبح مربان اليوم الخام المفضل في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما في آسيا، كما أنه الخام المفضل لأكثر من 60 عميلا في 30 دولة، وذلك لجودته العالية وإمداداته الموثوقة والمستقرة وقدرتنا على زيادة إنتاجه لتلبية الطلب المتنامي. ومع زيادة الطلب على الطاقة وسعي العالم إلى خفض الانبعاثات الكربونية، سيصبح مربان أكثر جاذبية ورواجا باعتباره خاما منخفض الكربون، إذ إن مستويات الانبعاثات الكربونية من خام مربان هي أقل من نصف متوسط الانبعاثات في قطاع النفط والغاز العالمي. باختصار، يمتلك مربان تاريخا حافلا بالإنجازات التي تبعث على الفخر، وهو في طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا. واسمحوا لي هنا أن أتوجه بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رؤيته الحكيمة وتوجيهاته وثقته بنا وبقدرتنا على القيام بهذا المشروع الطموح والجريء